السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي بفيديو جديد. النهارده مع بعض هنتعلم ازاي نطرز الكم بتاعنا بطريقه في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين في الصوره النهارده. تمام، يلا بينا مع بعض نبدا فيديو النهارده وما نطولش عليكم. يلا بينا. غرز السلاسل هنشتغل بيها وهي عباره عن 8 يمين و8 شمال، يعني 16 غرزه سلسله. بنبدأ نعملهم مع بعض، وطبعا هنشتغلهم العمود بتاعتهم. بس قبل ما نتكلم هنتكلم بالنسبة لي قبل ما نعمل السلاسل. هقول لكم ان احنا ممكن واحنا بنشتغل الكم بنعمل الجزء اللي حوالين الرسمة بس، وبعد ما يكبر الكم شوية، لو الكم صغير وطفل صغير نبدأ نكبر عدد العمود اللي قبل الغرزة زي ما احنا عايزين. دلوقتي عملنا العمود الاولاني في الغرزة الرابعة، وطبعا السلاسل عندنا بنحسبها عمود، فكده معانا عمود السلاسل العمود بتاعها معانا. تمام، فبنعمل 8 عمود بلفة معانا في السلسلة. خليتوا بالكم من الجزء بتاع الكم، بنعمل حوالين الرسمة وبعدين بنكبر عدد العمود حوالين يمين وشمال حوالين الكم لغاية لما نوصل للعدد اللي احنا عايزينه، كان 8 او اكتر من كده. يعني 8 دي بس مجرد ان احنا بنرسم الرسمة، لكن بتبقى تقف عليكي انت. تمام، لما تعملي الغرزة. دلوقتي الغرزة اللي وراها بنعمل 3 سلاسل وبندخل فيها وبنعمل عمود بلفة، وكل غرزة بندخل بعد كده بنعمل عمود بلفة عادي. بنمشي على الغرز كلها لغاية الاخر 8 غرز عمود بلفة. تمام، طبعا انا هكملها كلها علشان ما اطولش عليكم. زي اليمين بعملها الشمال برضو. خلصتها ورجعت لكم تاني. بنطلع الدور اللي فوقيه، بنعمل 3 سلاسل وبنلف الخيط، وبدال ما نعمل ندخل في كل عمود نعمل فوقيه عمود. بنسيب طبعا غرزه السلاسل مش هنشتغل فيها حاجه. بنمشي على كل عمود عمود لغايه لما نوصل لنعمل 7 عمود بلفه. تمام، يعني بننقص عمود كل مرة، يعني في الجزء ده من الرسمة او تاني مرحلة من الرسمة بنعمل لغاية العمود الاخراني، وبنسيب عمود واحد لغاية لما نوصل لنص المنتصف الرسمة. نخلص كل العواميد ونشتغلهم، نيجي على العمود الاخراني نسيبه ونعمل غرزة سلسلة بداله، وندخل في الفراغ هنا نعمل عمود بلفة، 2 سلاسل، نعمل عمود تاني في النص، 2 سلاسل، نعمل عمود تالت. كده عملنا 3 عمود في النص. تمام، نعمل بعد العمود سلسلة، ونسيب العمود برضو زي ما عملنا الناحية التانية، نسيب عمود وندخل في العمود اللي ورا نعمل عمود بلفة، ونمشي بقى على العواميد كلها فوق كل عمود عمود لغاية لما نوصل للآخر بعدد العواميد اللي احنا عايزينها. تمام، اهي والرسمة بتاعتنا بدأناها من السطر اللي قبل كده اللي هي 3 سلاسل في النص. دلوقتي عملنا الرسمة بتاعت الصف التاني، نيجي للصف التالت بعد ما كملناه بالشكل ده. هنطلع، بس عايزة اوريكم الرسمة بتبقى شكلها حلو قوي، بس الخيط رفيع عشان كده مش باينة جامد. يعني الصف دوت هنبدأ نشتغل 3 سلاسل ونلف الشغل، ونشتغل فوق كل عمود عمود لغاية لما نوصل لعدد العمود كلها اللي هي قبل السلسلة اللي احنا عملناها الدور اللي فات. تمام، نكمل العمود هوريها لكم دلوقتي لما كملناها. اهي جينا للعمود اللي هو السلسلة سوري اللي بعد العمود، بنيجي جواها وبنعمل عمود بلفة بالشكل ده. تمام، وبعدين بنيجي نشتغل العمود وبعدين الفراغ اللي وراه بنشتغل 3 عمود بلفة. تمام، وبنيجي نحود على الفراغ التاني وبنشتغل عمود، 2 عمود، 3 عمود بلفة في نفس المكان، وبنشتغل السلسلة بنشتغلها برضو، وبنشتغل فوق كل عمود عمود زي ما عملنا الناحية اللي فاتت. بنكمل العواميد كلها للآخر
وهرجع لكم بعد اخلص كل العواميد. طبعا كده خلصنا الصف بتاعنا والعواميد بتاعتنا، تمام. بنيجي الصف اللي وراها وبنطلع برضو ثلاثة، وبنيجي نكمل ونلف الشغل وندخل فوق كل عمود نشتغل عمود، ونيجي نرسم الرسمة الأولانية بتاعتنا. عملنا دلوقتي احنا عمود 3 سلاسل عمود، هنيجي قبل العمود الأخراني بنشتغل كل العمود العمود قبل العمود الأخراني اللي هو في الوسط، بنيجي عنده وفوقيه بنعمل سلسلة. وبعدين بقى من أول دور في الرسمة اللي هو تاني دور سوري اللي احنا دلوقتي هنشتغله، عملنا كل العواميد وسيبنا عمود، تمام، ما اشتغلناهوش، بس فوقيه بنعمل ايه؟ بنعمل فوقيه غرزة سلسلة، تمام. اهو دوت غرزة سلسلة عمود في الفراغ، تمام. وبعدين 2 سلسلة وعمود في نفس المكان، 2 سلسلة وعمود في نفس المكان، وبعدين سلسلة واحدة، وبنسيب عمود ونجي في اللي وراه وبنشتغل عمود بلف، وبنشتغل في كل السطر بعد كده فوق كل عمود عمود لغاية لما نوصل لآخر السطر، تمام. فوق كل عمود عمود الرسمة بتاعتنا كده. أنا وريتكم الخطوة بتاعت الرسمة بتاعتنا، الخطوات الأولانية والتانية، هي عبارة عن خطوتين، خطوة 3 سلاسل، وبعدين خطوة وراها سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة، وبنكرر الشغل اليمين وشمال زي بعض. وبعدين بيفضل معانا الشغل زي ما انتوا شايفين، والرسمة بتاعتنا بتبقى كده. هكمل انا كام دور كده عشان اوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي، وهرجع لكم اوريكم الرسمه بتبقى شكلها حلو قد ايه لما بنعمل كذا دور مع بعض. ولو كان كمان الخيط اوسع من كده، يعني اسمك من كده، هيبقى الشغل واسع شويه وهيبان معايا الرسمه اكتر، بس انا بحب اشتغل بالشغل الرفيع اكتر يعني في الرسومات الجميله دي. بصوا بقى النتيجه بعد كام صف مع بعض، شوفوا جمال الرسمة بقت باينة ازاي، واضحة جمالها، رائعة جدا وسهلة جدا وبسيطة، تقدر تعمليها البيبي ولا الطفل، تبقى شكلها ظريف جدا. ان شاء الله يكون الفيديو عاجبكم واتعلمنا حاجة جديدة النهاردة. الى اللقاء ان شاء الله، مع تحياتي جان انصاري. شكرا جدا لكل قاعد معايا الفيديو لغاية دلوقتي، سعيدة بيكم، الى اللقاء.